خرشبيبه مصلحتي نسكوي. شفتوا الايامات الاخرانيه كيفاش فما توينسه روحوا بحيواناتهم الاليفه من اوكرانيا؟ مش لدرجه ما كلاب وقتها تسوجوا حاسيلو، وهذا يوري انه التونسي حنين وبالاخص مالقطاتس، حب القطوسه حب كبير ما كيفوش. اليوم حبيت في فقره شبابه نشوف علاقه التوانسه بالحيوانات الاليفه، يعني كيفاش تعاملوا معاهم، شنو هي العلاقه على السماء وبالاسم الفلاني. والبدايه مع شيماء، هاتحكي لنا على حيوانك الاليف. كنت بربي قطوسه في تونس، كان اسمها فينيكس، كانت حلوفه مش نورمال. اون فيت انا كنت نخدم قطوسه ولا حلوفه، خليها وحدها في الدار وفي استوديو معنا ساكنه انا وياها ونمشي نخدم. نهار حاسيلو اللوج على فينيكس ما لقيتهاش، قلبت عليها الدنيا يا ربي فينيكس وين، نلقاها في وسط الجاردروب نتاع الحوايج متخبيه على خطرها خايفه. بغيت وليت انا ديما نخليها ونمشي نخدم، وليت تقعد تستنيني كل يوم، تعرف الوقت تجي 6 نتاع العشيه تبدا فينيكس واقفه في الشباك ما مش تخرجي، تبدا واقفه تستنى فيها، انا نجي وهي تبدا تمعوق وتبوس وتعنق. حاسيلو قداش نحبها هكا في نيكس. والله غريبه كيف ساعات تلقى قطوس بونكتيول اكثر ساعات من الموظفين، بعض الموظفين اما راه شيء يفرح، قطوسه تحس بيك اكثر من العباد. انا ساعات كي نبدا داخل الدار يدور يقولوا لي شبيدك فارغه، لازمني قطوس على قريب انا وكاهو. اما شيء بقول لي مثلا علاقتك بحيوانك بقطوستك معناها قويه ياسر ومحليها ظهر، اما فماش مره هكا عملت لك عامله صارت فازه هكا ولا هكا؟ ومره وقتها بيريود شالور نتاعها وكل شيء نبدا نقري انا في الليل اونلاين وهي تبدا تصيح وتمعوق، قولوا لي مدام مش عندك في الدار هكا. هو نداء الطبيعه، الكائنات الحيه الكل هكا، راهو حاجه عاديه على الاخر، فماش فرق بو غير احنا العباد ما نبداوش نعيطوا الكل. نمشيو لهويده، خلي تحكي لنا على قطوسه زاده. ترى شنو اسمه ساعه؟ هو نورمالمون احنا اخترنا له اسم الاشخم اللي هو اللون الجري بالتونسي البلدي، ديكو جاي صعيب الاسم، معرفش يمكن هو متخلف شويه ما نجمش يحفظه. دوك انا نعيطوا له ميمي يا اخي حفظها، ولا انا كنعيطوا له هكاك ولا يتلفت. دونك كيما اللي عنده زوج اسامي واحد في بطاقه تعريف واحد ينادي له بي، هو كيك بالضبط. هو توا الاشخم معناه اسم صعيب، الاشخم هاي معناه هو راهو اسمع راهو مش هو، انتم بتعيطوا له الاشخم ومش متنرفزوا من الاسم. ليه مش مستانس بيه غير انتم ما عجبكم، معناه هو ما عجبوش الاسم وما عرفتش معناه كيفاش يقول لكم، ما لقاش كيفاش يوصل لكم المعلومه، يا اخي دورها بالحجره لين بدلتوا له اسمه. ترى احكي لنا على سي الاشخم. سامحني ميمي كيفاش يتصرف في الدار هكا؟ وبيزاغ شوية ما تحسه كيف العبد في الدار، ولا الروتين اليومي متاعنا هو معانا، كل ما نتحرك يتحرك معانا، يتعشى وقت اللي احنا نتعشاو، يعرف صوت المفتاح معناه راك باش تخرج، انت تعمل حس بالمفتاح ويمشي يجري للباب. بون كيما العباد يتصرف، يتشكى من الاسوام يعني كيفاش كيما العباد، فادد من الزيادات ما عادش خالط. هو الحق كان القطوس يحب يتصرف كي العباد، انا ما ننصحوش خاطر حاجه متعبه ياسر، يعني خليك احنا ماذا بينا نعيشوا كالقطاس، تاكل ترقد تقوم تلقى خيط تجري وراه، تاكل مره اخرى ترقد هكا، لا عندك صوص لا عندك روج لا عندك شيء به، وما عندوش في مخه خيط حرقه صحيت عايد ما ركزش مع عمرك سمعت بقطوس يحب يحرقك؟ ما فماش. فما حاجات هكا غريبه يعملها ميمي، كيف بدا يدور ويحكي في الدار وحده يحكي، ما فهمتهاش ساعات يحسوا كلب الاصوات اللي خرجها بيزاغ على الاخر، يبدا يدور ويحكي نبدا نجاوب فيه ويبدا يحكي معاي. هو هكا تاكدت ياكل عباد معناه يمشي يحكي وحده في الشارع، معناه يمشي يحكي وحده في الشارع. بون نختموا مع ايمنه، ترى حكينا هكا على قطوس كيف كيف هو. بون اسمه غريب شويه معناه ماهوش موجود برشا في عالم قطاطس. عندي قطوس اللي هو ولدي مش جوست قطوس، اسمه سمير، مونسني هوني في الغربة، علاقتي به علاقة أم ولدها. العمايل اللي يعملهم معناتها اللي بلو بيزار تو عنده عامين معايا، مرة يخرج يلعب في الجاردان اللي قدام باب الدار، يعمل كيا خطرت له باش يسرح، كي سرح بعد 11 يوم نلقاه في مركز الشرطة معناها يلعبوا معاه معناتها البركازية وكل. دونك فوالا فهمت علاش هو اسمه سمير simplement. احنا زيد فهمنا ما غير ما نفسر. مي محليه كي قطوس يتشد في مركز يقعد يلعبوا معاه، حتى احنا راهو يلعبوا معانا معناها كي نمشيو معناها باش ما نقلقوش، ماك تعرف ايقاف يا اخو وقت راهو تمرمت في الايقاف في بوشوشه. صحيت اي صحيت. اما مثلا احكي لنا هكا على حاجات مثلا في تعاملك انت مع قطوسك سمير. بون ابار التكسير والفازات نتاع القطاط العاديين هذوك استنست بهم، عنده زاد حاجه كيوت على الاخر يعملها. مره خرجه نتاع نص ساعه يا اخي خليت الفيديو تخدم، نصور فيه معناه شنو يعمل في الدار وكل، كي رجعت نلقاهم فات نص ساعه كامله هو ليترالمون قاعد قدام الباب يستنى فيا لين انا رجع. دونك جي كومبري اللي هو اون فان كونت وقت اللي انا نخرج حتى نهار كامل يقعد جوست يستنى الغادي معناه. محلي اسمه سمير وحزار.
والله ما عليه يقعد يستنى والكل. هذا يأكد أن القطوس هذه تونسي 100% معناها قلبا وقالبا مش هكا يا منا. سينون هو قطوس ان فيت عنده ناسيوناليتي وانا ما عنديش معناتها فهمت بعد 6 سنين زدت ما عملتش ناسيوناليتي ما هو ما شاء الله اللي عنده حاسيلو ربي يعرف شكون يعطي ان توكا ما على الاخر اي على الاخر غالبا هذاك قطوس عنده ناسيوناليتي وحنا انا قاعد غير منه انت عندك ناسيوناليتي انا عندي ناسيوناليتي ما عندي واحد صاحبي عندي واحد صاحبي يحب يطلع شهاده اقامه تاعو للنجم في تونس ما هو تونسي زاد هذيك المشكله باك هو ولا غالب ربي ولقطات الدنيا فيها.